في مثل بيقول حظ عطيني وبالبحر رميني، بس يا ترى هل من الممكن انه يصير في مثل بيقول حظ عطيني وبصر ما يرميني؟ حلقة جديدة. مرحبا اصدقائي. هلا اكيد كل شيء وارد، وخاصة انه مو كل صرماية هي صرماية، يعني مثل ما الناس مستويات فكمان الصرامي مستويات، وممكن تقلب حياة صاحبها رأسا على عقب. يعني مثلا صرامي بتقلب لك مستواك الاجتماعي من الصفر الى ما فوق الريح، مثل صرماية سندريلا. كانت تكنس وتشطف الحزينة، وفجأة صرمايتها جابت لها احلى عريس، ومو اي عريس، الزلمة امير. وعندك الصرماية اللي بتحب البعزة او الصرف، بدها اياك تصرف عليها وتمكيجها، قصدي تحط لها بويا ولميها وتظبطها، والا لدرجه بتوصل لمرحله بتقول لك حل تماما، مثل ما صار بالطنبوري اللي صرمايته جابت له الشقه والتعتير والفقر. بس هو الحق عليه، يعني الزلمه بخيل ونشح ونازل ترقي بهالصرمايه، ايه حقها تطلب الطلاق من اجره؟ وعندك الصرماية ذات الرسالة السياسية، مثل صرماية الصحفي منتظر الزيدي اللي سفق بخلقة الرئيس الأمريكي جورج بوش، بس نوري المالكي كان حارس مرمى جيد وجورج بوش نفد منه. بس أهم صرماية هي صرماية العشق المجنون، هي ما كانت موجودة ولا أي عصر، وإنما ظهرت حديثا وكانت من اختراع عبيد الأسد اللي ارتبط ولاؤهم بالأسد بمدى عشقهم للبوط العسكري. ومثل ما في نظرية التطور اللي حكت كيف انه الانسان كان اصله قرد، فبعصر الاسد ظهرت نظرية التبوط، اي كيف انه الشبيح تطور الى بوط. في منهم كانوا بالاصل قواقب ما بيستخدموه غير لما بدهم يفوتوا على الحمامات والتواليتات، بس في ظل مسيرة التطوير والتحديث، التطور ما كان بيشمل فقط الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من الصفر إلى ما تحت الصفر، لا، كمان القبائب كان إلها نصيب من هالتطور، لدرجة إنه اللي كان قبقاب الوطن صار صرماية الوطن. القرآن الكريم التين والزيتون وطور سنين، نحن التين والزيتون. قلبك عامر بالإيمان. هلأ إذا واحد أمه مرضت بيروح بيدور على أم غيرها، ولا بوقف جنبها بيساعدها لتشفى؟ ايقطع عمرك على الافكار اللي بتجيبها ولا؟ وانت مو بس شجره، انت دريد لحام، انت قاسيون، انت الشام، انت سوريا. صوت الضمير الصاحي، انت صوت الضمير ولا؟ نعمة في عيونه ضميرك شو صاحي؟ ما فينا نكننه شوي لضميرك؟ لازم نكننه، كيف بدنا نكننه؟ روك يا قلبي على طريقة اللي بيقول له باخر شقائق من عمان. ايه نلوطني غلطان أنا معه، إذا بردان أنا تيابه، إذا مرضان أنا رأوته، إذا اختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا صرمايته. شفي على القطعة سيدرس، شفي على القطعة. هاي جديدة ولا مقلنة؟ تزعل منك يا محمد، شو مقلنة؟ جديدة سيدراسي، جديدة، الله وكيلك جديدة. في منهم يا حسرتي ما عندهم واسطة يكونوا قباقب لحتى يتطوروا لصرماي، فمنشان هيك باسوا الصرماي بحد ذاته من مبدأ إن كان حبيبك صرماية الحسوا كله، وفي رواية أخرى حضنوا كله. وفي عينة من عبيد الأسد بيحبوا القصص والمسابقات، فصاروا يحطوا الصرامي على راسهم لدرجة صار في منافسة على الدخول لموسوعة جينيس، مين بينتع عراسه صرماية أكبر. بس بصراحة من كتر الدلال والدلع اللي قدمتوا له البوط العسكري، صار واحد منكم يشتهي يصير صرماية لحتى ينحط على الراس ويتدلل ويتدلع، خاصة إذا في شي وحدة من لبوات الأسد كانت حطتك فوق راسه، قديش بتكون صرماية محظوظة يا بس ليكو. نحن بنتمنى لكم الخير، ولأنه فينا الخير قلوبنا دائما معاكم في مسيرة صرماية عطيني وبحضن الوطن خليني. سلام.